قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظهر أو ظهرت في الآونة الأخيرة ظاهرة، وهي كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله على الزجاج الخلفي للسيارات، وكذلك كتابة بعض الأذكار على جوانب السيارة، فما حكم كتابة بعض الأذكار؟ الأذكار يعني ما يذكر الله إلا على زجاج السيارة، ويكفي لأكتبه على السيارة، خليه في الكتاب أحسن، يذكر الله بلسانه وبقلبه، أما الكتابة ما تكفي، ولم يكن المسلمون يعملون هذه الأعمال، يكتبون الأذكار على الرواحل أو على البيوت أو على الجدران، ما كانوا يعملون هذا، كنا نحدث هذه الأشياء، وأيضا هذا يعرضها للإهانة، يعرض ذكر الله للإهانة. نعم.